نروح نتعرف اكتر على منتخبنا الاولمبي. معانا تليفون مهم مع الكابتن وائل رياض. تحياتي ليك يا كابتن وائل ومنور قناه الاهلي. كابتن اسامه ازيك؟ وحشني جدا. اخبارك انت اللي وحشنا كتير. حبيبي ربنا يخليك يا اسامه، ربنا يكرمك، وطبعا بمسي على كل مشاهدي قناه الاهلي وعلى العاملين طبعا في القناه معاك في البرنامج. ممكن البرنامج بتاعك ده يا اسامه من البرامج العزيزه على قلبي جدا. لان انت يعني البرنامج انت عملته باسم الاشبال، ويمكن انا بدايتي الاعلاميه كنت بدات في قناه الاهلي برضه ببرنامج اسمه نجوم بكره، كان بيناقش نفس اللي انت بتناقشه دلوقتي وكان نفس المحتوى، ولكن مع التعديلات بقى انت ابتديت توسع القاعده شويه وابتديت توسع محتوى البرنامج، وربنا يوفقك وبرنامج عامل صدى كويس قوي، وانت من الناس المتزنه اللي بتتكلم بشكل محترم جدا، فربنا يوفقك يا استاذ. طمنا بقى على منتخبنا الاولمبي، ابتديتوا المعسكر يوم 8 ل 13 ومعسكر الثاني من 13 ل 16. عايز اعرف منك الانطباعات الاولى عن هذا المنتخب. طيب هو مبدئيا احنا عملنا المعسكر بتاعنا كان الفيفا ديت او الاجنده الدوليه بتاعتنا كان يوم 8 يوم 16، فقدرنا او كابتن شوقي غريب بالمشاوره مع الجهاز الفني والاداري قررنا ان احنا نعمل المعسكر على كذا مجموعه. المجموعه الاولى من يوم 8 ليوم 13، ودي المجموعه اللي بتلعب مع انديتها في الدوري الممتاز مع او مصعده مع الفريق الاول في انديه الدوري الممتاز، سواء بيشارك او بيخش السكور او حتى بيتمرن بشكل مستمر معاهم، ما بينزلش الفرقه بتاعته بتاعه 2001 خالص الا في اضيق الحدود او المباريات المهمه فقط. طيب بعد كده بعد كده المرحله الثانيه كانت تضم مجموعتين، وهي المجموعه اللي الاولانيه هي مجموعه دوري الدرجه الثانيه، وده للامانه يا اسامه في يعني منجم في لعيبه كتير جدا بتلعب في دوري الممتاز ب او دوري الدرجه الثانيه من مواليد 2001 و2002، عاملين شغل كويس جدا مع انديتها، وكان يعني مهم جدا ان احنا نتعرف عليهم عن قرب ونتفرج عليهم في المعسكر. وبالفعل تم ضم لاعبين كتير جدا من انديه المنصوره، من زد، من القناه، من حرس الحدود، من ملاوي، يعني في ناس كتير انضموا من الدرجه الثانيه، بحيث ان احنا من نادي النصر يعني في ناس كتير انضمت عشان نتفرج عليهم. المرحله الثالثه او المجموعه الثالثه كانت بتضم اللعيبه اللي هي افراز دوري الجمهوريه مواليد 2001، ودول برضه ليهم حق ان هم يتشافوا بشكل كبير. يمكن زي ما انت قلت في البدايه ان الجهاز الفني كان منتشر بشكل كبير جدا في المباريات، كابتن معتمد جمال، وائل رياض، كابتن كمال عبد الواحد، كابتن طارق سليمان، كانوا يعني منتشرين في جميع الملاعب، وشفنا كل الفرق وبنقدم تقارير بعد كده مفصله لكابتن شوقي غريب. وبالفعل كل اللعيبه اللي احنا اتفرجنا عليهم وابدينا اعجاب بيهم هم دول اللي انضموا في المعسكر. شفنا حوالي دخلنا في حوالي 90 لعيب او 100 لعيب في المعسكر ده، ويمكن لسه هنتفرج وهنتابع الفترات القادمه فيه. اذا النهارده الفرصه للجميع في منتخب الشباب مواليد 2001. كابتن وائل، وانتوا كنتوا الجهاز الفني، احنا المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي 2001. اذا النهارده وانتوا كنتوا مع جيل 97 ودلوقتي مع اول تجمع 2001، الفرق بين المنتخبين او الفرق بين الجيلين ايه؟ والله هو الفرق في البدايات ان بدايه 97 كانت في لعيبه كتير كانت اوريدي بتلعب في الدوري الممتاز وبتشارك وبقت اعمده من يعني عواميد الفرق بتاعتها. انما مواليد 2001 لا، لسه يعني بيبداوا يخشوا مع انديتهم في الدوري الممتاز او الفريق الاول بتاعهم، بيبداوا يخشوا السكور، بيبداوا يبقوا احتياطي ويشاركوا على فترات قليله. فهو هي دي الفرق ما بين الجيلين. ولكن خلينا نقول ان منتخب 2001 او منتخب الاولمبي مواليد 2001 في عناصر مبشره، ويعني احنا بنينا فكره كويسه جدا في المعسكر اللي فات. كويس. بطوله شمال افريقيا الشهر القادم هتكون فرصه جيده النهارده لاكتساب خبرات دوليه لهذا الجيل؟ طبعا يعني مهم جدا ان احنا نتفرج عن قرب بقى في مباريات، احنا شفنا التدريب، انما ان انت تشارك في بطوله رسميه تبدا تتفرج على اللعيبه دي، ده حاجه مهمه جدا. خاصه خلي بالك يا اسامه ان الجيل ده ما لعبش ولا ماتش رسمي. يعني الجيل ده من ساعه ما اتكون 2018 ما لعبوش ماتش رسمي. البطوله الرسميه اللي كانوا رايحينها كانت في تونس، واحداث الكورونا اللي حصلت كلنا عارفينها، ما قدروش ان هم يلعبوا. فالجيل دوت احنا مستلمينه بدون اي مباراه رسميه، ما لعبش ولا مباراه رسميه. كابتن وائل، يعني عايز اسالك سؤال. النهارده كان في فتره من الفترات تم توجيه الانتقاد بشكل كبير
لجهاز المنتخب الاولمبي بعد يعني ما شفنا عمر مرموش مع المنتخب الاول ادى اداء رائع، فالناس بدات تتساءل عمر مرموش فين كان مع المنتخب الاولمبي. عمر مرموش كان موجود مع المنتخب الاولمبي وانضم فترات طويله جدا مع المنتخب الاولمبي، وبالفعل جه معانا اسبانيا ولعب مباريات وديه وكان موجود، كان بيلعب في مكانه في الوقت ده كان رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، الاثنين كانوا من احسن اللعيبه الموجوده في مصر. فعمر كان موجود، وانت عارف يا اسامه كره القدم يعني بتبقى فترات، انت ممكن تبقى متالق في فتره ومش متالق في فتره اخرى، دي حاجه عاديه جدا في الكوره. ممكن يكون في الفتره اللي كان موجود فيها معانا عمر مرموش يعني كان بيأدي بشكل كويس، ولكن ما كانش متوهج في الشكل اللي كان موجود فيه في فتره في شهر 8 اللي اخذ فيه احسن لاعب او احسن ناشئ صاعد في الدوري الالماني، ومن ثم تم اختياره في المنتخب الاول. اذا لو كان المعسكر مثلا بتاع المنتخب الاول في شهر 7 او في شهر 6 كان ممكن ما تلاقيش عمر مرموش لانه كان بيأدي بشكل كويس، انما ما كانش متالق التالق اللافت للنظر اللي حصل معاه في شهر 8. فاهم قصدي؟ ده الكوره، يعني الكوره ممكن لعيب الكوره والناس اللي فاهمه كوره بتبقى فاهمه ان الموضوع فترات، انما ان احنا ما ضمناهوش خالص لا طبعا. عمر مرموش كان معانا وضمناه وكان معانا جاي الاولمبياد او كان من القائمه النهائيه في الاولمبياد، ولكن في المعسكر الاخير عمر مرموش حي ويرزق، ممكن يتسال السؤال ده. في المعسكر الاخير تم اصابته بالمد في العضله الخلفيه، وكمان الاهم من ان هو حتى لو سليم ان النادي بتاعه بعت خطاب رسمي شانه شان محمد صلاح وشانه شان مصطفى محمد بعدم الانضمام للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد، لان ده مش اجنده دوليه وهم عايزين يتفرجوا عليه بشكل او باخر في الدوري الاوروبي. وده كان توضيح مهم جدا يا كابتن وائل. اخيرا وانتوا دلوقتي قاعدين بتتفرجوا على المنتخب الاول، في بعض العناصر اللي كانت موجوده معاكم في المنتخب الاولمبي، احمد فتوح، احمد ياسر ريان، اكرم توفيق ما شاء الله، صلاح محسن برضو، لعيبه ما شاء الله مميزه. اذا كان الرهان صح وكان الاختيار صح في اختيار المنتخب الاولمبي السابق. طيب بص يا اسامه، هو طبعا ده مهم جدا، وانت في برنامجك برنامج اسمه الاشبال الناس تبقى فاهمه الفكره من قطاعات الناشئين والفكره من منتخبات ما دون الفريق الاول او ما تحت الفريق الاول. مهم جدا ان من ضمن الاهداف بتاعتك التنافس على المراكز المتقدمه في البطولات، ده حاجه اساسيه طبعا، وان انت من ضمن اهم الاهداف وهي ان انت تطلع لاعبين للمنتخب الاول، زي ما عندك قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي مثلا من ضمن الفريق الاول، قطاع الناشئين ان هو يطلع او يفرغ لعيبه للفريق الاول، واي بطوله بيخشها المفترض ان هو ينافس عليها، ده الاهداف الموجوده. ده اللي بالفعل حصل، احنا كان عندنا ثلاث اهداف، الهدف الاولاني هو التاهل للاولمبياد، وبالفعل تاهلنا للاولمبياد واخذنا بطوله افريقيا، بل تاهلنا مش من ثالث ولا ثاني، احنا تاهلنا اول، ده رقم واحد. رقم اثنين احنا نروح الاولمبياد ورحناه وادينا بشكل كويس في واتغلبنا من البرازيل حامل اللقب في 2016 واخذ اللقب في البطوله اللي احنا اتغلبنا فيها منه كان. يعني انت بتلعب فرقه كبيره واتغلبت منها فما فيش اي مشكله في كره القدم، وده حاجه متعارف عليها وحاجه ما فيهاش مشكله خالص. الهدف الثالث وهو الاساسي وهو ان انت تفرغ لاعبين المنتخب الاولمبي دول للمنتخب الاول. ما يبقى عندك دلوقتي المنتخب الاول احرز في التصفيات حوالي 6 أو 7 اهداف، منهم 5 اهداف للمنتخب الاولمبي، 5 اهداف للمنتخب لاعبي المنتخب الاولمبي هم اللي احرزوه. اذا انت 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 نجحت لما يبقى 50 او 60% من قوام الفريق الاساسي اللي بيلعب عندك من المنتخب الاولمبي، اذا انت نجحت بشكل كبير. حتى الناس اللي كانت منتقده اختياراتنا للثلاثي حمدي الونش واحمد حجازي ومحمد الشناوي وقالوا انتوا ليه الثلاثه دول انتوا رايحين تدافعوا انتوا رايحين تعملوا، احنا فعلا الناس دي اثبتت ان هي من احسن الناس وهي هي اللي بتلعب اساسيه دلوقتي في المنتخب الاول. اذا اختياراتك من لاعبي المنتخب الاولمبي او حتى اختياراتك من لاعب من الثلاثي الكبار اللي دعموك في الاولمبياد كان اختيارات صائبه، بدليل ان هم بيلعبوا دلوقتي ومستر كيروش بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. منتظرين منكم يا كابتن وائل يعني الكثير خلال الفتره القادمه. اخيرا المنتخب الاولمبي الحالي مهمته اصعب علشان هتبتدوا التصفيات من اولها عكس المنتخب السابق؟ لا احنا المنتخب السابق عشان احنا كنا يعني البطوله كانت موجوده في مصر. بس خلي بالك كمان احنا عشان احنا حامل اللقب عشان خدنا البطوله احنا وعفينا من الدور التمهيدي، يعني احنا هنلعب التصفيات كده كده هنلعب التصفيات، انما مش شاننا شان منتخبات كتير. احنا عشان احنا خدنا البطوله فاحنا معفيين من التصفيات اللي هتتلعب في شهر 6، فاحنا
بدايتنا تبقى في شهر 10. طبعا مهم جدا ان احنا نعمل شغل كويس ونتاهل، انما باذن الله باذن الله الجهاز الفني حاطط اهداف كبيره، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه للمنتخب الاولمبي المصري الجديد اللي احنا ماسكينه مواليد 2001، وان شاء الله نقدم جيل جديد لمنتخبنا الوطني باذن الله. ان شاء الله، واحنا يا كابتن وائل بنتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ودايما هنا في برنامج الاشبال في قناه الاهلي دايما هنكون مساندين ليكم. كابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي، بنشكرك شكرا جزيلا.